بالظبط. طيب نروح للمجموعه الثانيه واللي كان طبعا فيها بيتالق محمد صلاح ومباراه ليفربول امام اتلتيكو مدريد. شفت المباراه سهلت على ليفربول من بدايه الشوط يعني وانت بتتفرج كده اول نص ساعه 2-0 يبقى يعني دخلت كتبت حاجه على تويتر كده قلت ان يعني انت لو ما قدرتش تمسك نفسك في اول تلت ساعه قدام ليفربول هتخرج سكور يعني بالظبط. يعني شفنا ماتش مانشستر يونايتد اول تلت ساعه ولا اول 25 دقيقه 3-0، ماتش اتلتيكو مدريد اول تلت ساعه 2-0، ماتش اتلتيكو مدريد في مباراه الذهاب اول تلت ساعه 2-0، لكن سيميوني قدر يرجع للماتش شويه وشفنا ماتش من امتع الماتشات في البطوله حتى الان. فليفربول فريق فعلا في اول تلت ساعه لو ما قدرتش ان انت تحكم الملعب وتمسك كره عليهم وتقفل مفاتيح لعبهم وتحجم محمد صلاح ان هو يروح على الوينج وتحجم فابينو ان هو يطلع بالكوره وتحجم كيتا، فعلا هيخلق لك مشاكل كبيره في ظهر المدافعين وهتوصل في الاخر ان انت ممكن تاخد سكور بكل سهوله. هو طبعا من خلال رؤيتنا او بنتابع طبعا اتلتيكو مدريد بطل النسخه الماضيه من الليجا الاسبانيه، كان دايما فريق غلس بلغه الكوره كده، فريق صعب تجيب فيه جون، لكن على مستوى ليفربول ده بيدل ان ليفربول عنده مدرب اكتر من رائع وعنده لعيبه بتنفذ بشكل هجومي اكتر من رائع، انك تجيب هدفين في اول نص ساعه. كمان الكلام ده حصل في المباراه اللي كانت في مدريد، فده شيء اكتر من رائع. الجزء كمان اللي خارج الملعب المثير للجدل دائما ان عدم مصافحه سيموني تاني ليورجن كلوب، يمكن ده مثير في المباراه الاولى. هو سيموني عقليه ارجنتينيه بحت، اللي هو يعني انا طلعت من المباراه الاولى مطرود مني واحد وعليا ضربه جزاء وليا ضربه جزاء ما اتحسبتش، فهو الخصم بالنسبه له بقى يورجن كلوب يعني. فهو يعني سيميوني، وبعدين سيميوني محب لكره القدم ومحب لل فوز بغض النظر عن بقى الكره اللي هي الجميله والاداء المشرف هو بيحب يكسب وبيحب اللعيبه، اللي هو بدل اللعيبه عملت مجهود لازم تكسب. وفعلا هو في المباراه الاولانيه طرد منه لعيبه، في المباراه الثانيه طرد منه لعيب نفس السيناريو قريب جدا، بس في المباراه الثانيه هو خرج عن تركيزه من اول ما طرد منه لعيب، لان شفناه ما عملش تغييرات في المباراة غير في الشوط الثاني. وكان فعلا جبهة اللعيب ده كانت خطر جدا، اللي اتطرد فيليبي كانت خطر جدا، وقدر يعني لو اي مدرب تاني غير يورجن كلوب كان استغلها وفرق والسكور بقى اكبر بكتير جدا، لكن هو يورجن كلوب ثبت التشكيل وحط نفس الوضع، وبسبب ان سيميوني عايز يرجع للماتش تاني فما عملش ولا تغيير، حتى التغييرات اللي عملها بعد كده ما كانتش منصفه بالنسبه له، عكس المره الاولانيه لما كان مع سواريز ونزله كوريا ونزل وجواو فيليكس. يعني كان عنده العناصر اللي يقدر يكسب بيها يورجن كلوب واللي يقدر يكسب بيها المباراه. صحيح. طبعا يورجن كلوب كمان مدير فني اكتر من رائع، من افضل المدربين على مستوى العالم حاليا بدون جدال. كمان عن واقعه عدم ان هو يعني سيموني ما سلمش عليه حتى في المباراه الثانيه، يمكن كان ليه تصريح ظريف جدا ومحترم جدا، ان هو قال يعني يورجن كلوب بيقول انا كمان مش من الشخصيات اللي بتحب ان انا نسلم بعد المباراه، ولكن انا عارف ان سيموني ما عندوش هذه النقطه، وبالتالي انا مش منزعج خالص من عدم يعني مصافحتي بعد المباراه، وده لا يقلل ابدا من احترامي لسيموني. طبعا تصريح من مدرب كبير، مدرب محترم.